باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. أقرأ على مسامعكم نفس الفصل اللي بنقراه اللي ابتديت أقراه من الأسبوعين اللي فاتوا في رسالة معلمنا يعقوب الرسول في الإصحاح الثالث. لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم، لأننا في أشياء كثيرة نعصر جميعنا. إن كان أحد لا يعصر في الكلام فذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. هوذا الخيل نضع اللجم في أفواهها لكي تطاوعنا فندير جسمها كله. هوذا السفن أيضا وهي عظيمة بهذا المقدار، وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيثما شاء قصد المدير. هكذا اللسان أيضا هو عضو صغير ويفتخر متعظما. هوذا نار قليلة أي وقود تحرق، فاللسان نار عالم الاسم. هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم، لأن كل طبع للوحوش والطيور والزحافات والبحريات يزلل وقد تزلل للطبع البشري، وأما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يزلله. هو شر لا يضبط مملوء سما مميتا. به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس الذين تكونوا على شبه الله. من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة. لا يصح يا إخوتي أن تكون هذه الأمور هكذا. ألعل ينبوعا ينبع من نفس عين ماء، من نفس عين واحدة العذب والمر؟ هل تقدر يا إخوتي تينة أن تصنع زيتونة أو كرمة تينا؟ ولا كذلك ينبغي، ولا كذلك ينبوع يصنع ماء صالحا وعذبا. من هو حكيم وعالم بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق. هذه ليست حكمة نازلة من فوق، بل هي أرضية نفسانية شيطانية. لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء، وأما الحكمة التي من فوق فهي أولا طاهرة ثم مسالمة مترفقة مزعنة مملوءة رحمة وأسمارا صالحة عديمة الريب والرياء. وثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين. كلمت وياكم في الموضوعات اللي فات في الأسابيع اللي فاتت 7 أو 8 أسابيع بنتكلم عن أسرتي مقدسة، وبنتكلم على إجابة للسؤال كيف نبني أسرة مقدسة. وخدنا خطوات من أول الخطوبة ومن أول بداية الاتحاد ما بين الطرفين لغاية يوم الإكليل، وبعد كده تبدأ الحياة. وفي المحاضرتين اللي فاتوا اتكلمنا عن مفردات الكلام الحسن، والأسبوع الماضي عن مفردات الحوار الحسن، باعتبار أن الكلام والحوار هم أكتر عمل أو أكتر نشاط بنمارسه في حياتنا اليومية. عايز أكلمك النهاردة عن مفردات التفاهم الحسن. نتفاهم، اللي هو في خلاف وفي تفاهم. شيء طبيعي أن يوجد الخلاف ويوجد اختلاف، ولا يوجد تطابق بين أي اتنين موجودين على الأرض، فلازم هيحصل شكل من أشكال الخلاف أو التفاهم. تعالى
نعمل زي ملاحة في هذا الأمر في التفاهم والخلاف ما بين الطرفين. عايزك تعرف أن بيقولوا على الزواج في عبارات اللي بيدرسوا في علم الاجتماع، الزواج ملاحة صعبة تحتاج كل فنون المهارة. ملاحة واحد بيسوق مركب في مية، إذا ما كانش شاطر 100% مش هيوصل، هيواجه في البحر أتعاب، أمواج، عواصف، رياح، مفاجآت، حاجات طارئة، طب هيتصرف إزاي؟ هكذا رحلة الحياة. فالزواج بالحقيقة ملاحة صعبة تحتاج كل فنون المهارة، والرحلة دهية مش رحلة ماشية على بساط من حرير، هي ماشية أحيانا على حرير وأحيانا على أشواك. لكن إزاي نعبر في هذه الحياة؟ عايزك تعرف أن الاختلاف ما بين أي اثنين في نطاق الأسرة أمر وارد، هتجاوز وأقول أنه كمان أمر مفيد. بيفيد ليه؟ لأن احنا اتفقنا فيما سبق أن الزواج اللي بين هو وهي هم في رحلة اكتشاف لبعض خلال حياتهم كلها. يعني هو لما خطب هي أو هي لما اتخطبت لهو، وقعدوا مخطوبين 6 شهور، سنة، سنة ونص مثلا، مش ممكن لو سألنا طرف فيه انت عرفت الطرف التاني كويس، مش هيرد عليا ويقول نعرفته 100%، مش ممكن. لو عرفه مثلا بنسبة 5% يبقى كويس قوي، 10% كويس جدا، طب والباقي؟ رحلة الحياة هي وقت كامل ما بين الطرفين لاكتشاف بعضهم البعض في كل صغيرة وكبيرة. عشان كده كنصيحة قبل ما ندخل في مواضيع التفاهم والاختلاف، اقبل الطرف الآخر كما هو. انت في يوم الأيام وافقت، وانت في يوم الأيام وافقتي ان هو ده او هي دي، فبناء على هذه الموافقة اللي تمت في وقت معين وبعد تفكير وبعد صلاة وبعد وقت، بناء على هذه الموافقة فأي اختلاف ينشأ اقبل الطرف الآخر كما هو. أما أن طرف يحاول أن يغير طرف آخر فهذه عملية يكاد يكون مستحيلة. وأعرف كده أن الشخص الوحيد الذي يمكنك أن تغيره هو أنت. أحيان هو عايز يغير هي، أو العكس، هي عايزة تغير هو. هذا أمر غاية في الصعوبة. وكنصيحة أنصحك ما تضيعش وقتك. لكن الشخص اللي قابل للتغيير هو الشخص نفسه. أنت اشتغل على نفسك أو اشتغلي على نفسك عشان نتغير إحنا الاثنين، يقوم نوصل لمرحلة اسمها مرحلة التكامل معا. في أي خلاف، في أي موضوع، في أي مشكلة، في أي طارئ ينشأ في وسط حياتنا، واعرفوا أن وجود اختلاف صغير أو كبير هو فرصة قوية جدا لكي ما تكتشف بعض وتعرف بعض، تعرفوا بعض أكتر وأكتر. وعشان كده كتير يكتبوا ويقولوا أن الاختلاف هو غنى، غنى لكل طرف من الاثنين. طبعا لما بنبتدي في الزواج بنبتدي وبنحط كل عناصر النجاح لهذا الزواج، زي ما اتفقنا أن الزواج كسر مقدس بيحتاج كل عوامل التوافق عشان ينجح. زي أي مشروع، لما بيجي أعمل مشروع مثلا، هفتح شركة، هفتح مصنع، هفتح أي حاجة، لازم أدرس كل عوامل النجاح من أجل نجاح هذا المشروع. وقرار الزواج للأفراد ليس قرارا سهلا،
ده قرار غالبا مره واحده في العمر. وذكرت قدام حضراتكم مره وقلت لكم ان قرار الزواج للافراد يعادل في خطورته قرار الدول في الحرب. يعني دولتين يفكروا في انهم يدخلوا في حرب، يقعدوا يحسبوا كل حاجه من ناحيه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه واثار كل التفاصيل دهيت. ودينا شايفين مثلا زي الحرب اللي موجوده في بين دولتين مأثره على العالم بصوره شديده، وبصوره احنا بعاد عليهم بالاف الاميال لكن متاثرين جدا وهكذا. فخطوره قرار الزواج تساوي بالنسبه للافراد تساوي خطورته بالنسبه للدول في قرار الحرب. عشان كده اوعى تاخد قرار الزواج تاخده كده شيء عادي. اعرف ان في صور كتيره للزواج الفاشل. يعني مثلا في زواج العلاقات العابره، هو شافها كده في مناسبه، هي شافته في مناسبه، انتهت القصه بزواج زواج بدون عمق بدون تروي، فشل بعد شهر بعد اتنين. او جواز الانترنت اللي كل واحد كانه بيعرض بضاعة، او الجواز اللي بيتم الزواج اللي بيتم بالصوت او بالتليفون بس، مجرد الانسان يحكم على اخر من خلال الصوت. الصوت له نبرة وله تأثير في وجدان الاخر بس ما يبنيش علاقة زوجية ناجحة. او زواج الخفاء اللي هو بدون الكنيسة، الكنيسة مش في الجواز ده. أو زواج العلاقات الملتهبة العاطفية، وفلان ده وقع في الزواج في الحب، فلانة دي وقعت في الحب، لازم أتجوز ده أو أتجوز دي دون عقل دون تفكير في المستقبل. مثلا في زواج المصالح، أحيانا يحس تدخل مصالح مالية مصالح عمل معينة تدخل في الموضوع ما تبنيش جواز ناجح. في الزواج الذي يستبعد المسيح، المسيح مش في القصة مش في الموضوع خالص، وإحنا متفقين أن الزواج في مفهومنا المسيحي هو ثلاثة أطراف، هو وهي والمسيح، والخيط المسلوس لا ينقطع سريعا. كل دي أشكال من العبارات عبارة عن أنواع من الزواج بلا عوامل نجاح. مفيش عوامل نجاح، فالجواز ده هيقعد فترة قصيرة جدا وينتهي ويفشل وينهار. طيب احنا لو حبينا علشان كلامنا يبقى محدد، قعدنا نفكر في مفردات التفاهم الحسن. عايز احكي وياك في حياتنا الأسرية ايه هو الخلاف وايه التفاهم وازاي يكون في تواصل. يعني احنا ممكن اتكلمنا على مفردات الكلام الحسن، الكلمه نفسها مفرد، واتكلمنا عن مفردات الحوار الحسن، ازاي نعمل حوار جوه البيت، وقلت لك ان ده اكتر حاجه بنستخدمها في حياتنا الاسريه. تعال نتكلم على هذا التفاهم. بس قبل ما ادخل في موضوع التفاهم لازم تاخد بالك من حاجه مهمه، ان التفاهم بيتم لفظيا او غير لفظيا بالكلام، والكلام ده بيبقى بنعبر بالكلام عن المشاعر. يعني واحد بيحكي عن افكاره بيحكي عن مشاعره من خلال الكلام، خلاص الكلام ده بياخد نسبة، طريقة الكلام اللي طالعة، نغمة الصوت اللي طالعة، ملامح الوجه بتاع الكلام اللي بيتقال، وبياخد كمان الصورة الغير لفظية اللي ما فيهاش كلام. يعني مثلا العين بتتكلم، عين الإنسان بتتكلم، وأحيانا العين ترسل رسالة تكون واضحة حتى من غير كلام. مثلا عين الغضب، عين الفرح، عين الترحيب. فاكرين كلكم المثل اللي بيقول لقيني ولا تغديني، الوجه البشوش ده بيشبع الإنسان، يشبع الإنسان في الترحيب بالآخر.
فمثلا أحيانا الأم تقول لابنها عيني في عينك، يعني من خلال العين بتكتشف إن الابن ده كلامه صح ولا مش صح. كمان ملامح الوجه، ملامح الوجه فيه عندنا الغضب، الوجه الحزين، الوجه اللي فيه ابتسامة، أو مثلا النظرة، في نظرة كده نظرة غير مهمة، أو الدموع، أو الزعل، أو الفرح. كل دي معاني وتعابير بيرسلها طبيعة الوجه. لكن كمان ضيف على كده نغمة الصوت، في نغمة الصوت مثلا نغمة العتاب، أو نغمة الرجاء، أو التوسل، أو نغمة الحزن، أو نغمة الضيق. كل ده في الصوت، الصوت نفسه بينقل تعابير كتيرة. ده حين وانت بتكلم واحد في التليفون، مجرد بتقول له مثلا صباح الخير ولا مساء الخير، وهيبتدي كام تقول صوتك ماله، هو انت تعبان، هو انت زعلان، وهكذا. فاعرف ان في التفاهم والتواصل في شكل لفظي بالكلام، وفي شكل غير لفظي باستخدامات كثيرة جدا، احيانا بيسموها لغة الجسم، اللي هي اعضاء الجسم، الإيد بتقول إيه، العين بتقول إيه، وهكذا. طب إيه اللي بيخلينا إن إحنا التفاهم أو التواصل ما بين الاتنين ما بيبقاش قائم؟ تعال أحط قدامك بعض نقط للمعرفة، أو تقدر تحددها من خلال مرات التفاهم أو التواصل أو الخلاف ما بين الطرفين. واحد، قلة الكلام. قلة الكلام أو عدم الكلام خالص. قلة الكلام ربما بسبب ضيق الوقت، هو بيشتغل كتير، هي بتشتغل كتير، ما فيش فرصة أنهم يقعدوا وياخدوا يد ويا بعض، قلة الكلام. فضيق الوقت، أو واحد يوصل للحظة ويقول إيه، أنا زهقت من الكلام وياك، الكلام مش جايب فايدة، فخلاص فقد طبيعة أو نعمة أو أهمية أو ضرورة الكلام، فخلاص يعني ممكن نقول كده تجاوزا كأنه صام عن الكلام، وده فيها خطورة شديدة. والحاجة التانية إن في قلة الكلام إنه يقول أنا مش هتكلم، أنا مش عايز أقلقه، مش عايز اتكلم ويا الاخر ده عشان ما تعبوش، سواء هو او هي. قلة الكلام بصفة عامة في الحياة الزوجية تعتبر مؤشر خطر، مؤشر خطر للانسان. ده سبب. سبب تاني، عدم وضوح الكلام اللي بيتقال. يعني الكلام اللي بيقوله هو او اللي بتقوله هي، يعني واحد بيقول كلام والآخر بيفهمه بطريقة تانية. هديلكم مثال. يعني هو اشترى لزوجته فستان جديد، وجاب الفستان وهو فرحان، وأول ما فتحت الهدية كده كان رد فعلها إيه؟ قالت له ليه بس تتعب نفسك، كلمة حلوة فاش حاجة، لكن الكلمة دي مش مكانها دلوقتي كده. ليه تتعب نفسك؟ يعني ايه؟ هي كانت تقصد ان يعني ما تتعبش نفسك وترهق ميزانيتك وتصرف صرف وتجيب الحاجة دي، هي قصدها كويس، بس ما تتقالش في الوقت ده. هو جايب الهدية لازم تعبر عن فرحها بالهدية. الله، ده فستان كويس، ده جميل، برافو عليك، ذوقك حلو، الكلمات اللطيفة ده هي. عدم وضوح الكلام، قصد الكلام. عشان كده ناخد بالنا، مرة حصل خلاف ما بين اتنين، فواحد بيقول لطرف من الطرفين بيقول له ما يصحش تعمل كده. فكلمة ما يصحش تعمل كده في حالة خلاف معناها انه هو خد جانب ضد جانب، وانه اعتبر نفسه حاكم او بيحكم على تصرفات هذا الاخر. عايز اقول لك ان خلي الكلام واضح وبسيط،
وسواء انت بتقول او بتتلقى رد، خلينا نقول او نستخدم الكلام الواضح اللي يناسب الموقف. زي القصة بتاعت الفستان ده، هي فستان كتر خيرك، ذوقك حلو، اختيار جميل، دي مفاجأة كبيرة تتناسب مع الهدية او مع الموقف اللي جاي فيه. كمان من عيوب التواصل، احيانا الواحد يبقى ما عندوش القدرة على التعبير. مش كل واحد فينا عنده قدرة على التعبير، زي مش كل واحد عنده قدرة انه يختار لبسه او حتى يختار الفاظه. مش كل واحد عنده القدرة دي، ولازم نحترم. في واحد نقول فلان ده او فلانة دي لبسه شيك، وفي واحد نقول ده لبسه عادي. في اختيار الكلمات والالفاظ برضو مش كل واحد عنده هذه المقدرة انه يعبر، او مقدرة احترام مشاعر الاخر. يعني مثلا الزوج رجع من شغله وهو يعني شايل الهم، وموقف حصل في شغله، فهي بتسأله بتقوله مالك، فرد عليها قال لها لا ما تحطيش في بالك. هي عايزة تشارك وياه في حمل المشكلة اللي عنده، هو رفض وقطع احترام المشاعر ده هي. لكن لو كان صرح بمشاعره وقال مثلا انا عندي مشكلة في الشغل، او عندي موضوع مضايقني، او في حكاية حصلت كده، وتجاوبت وياه، ده يسبب نوع من التواصل ما بينهم حلو. لكن للأسف لو هو قطع لا ما تفكريش، ما تتميش بالامر ده، هو لم يحترم مشاعرها في الوقت ده. واحيان في الكلام بقى الواحد يستخدم الفاظ، سواء هو او هي، الفاظ قاسية. والألفاظ القاسية ده هي عبارة، أحيانا يسموها كده مباريات النقاش الطويل. هو يتناقش وهي تتناقش، وهو يقول كلام وهي تقول كلام، وما يبقاش كلام، ده يبقى زي طوب ما بين طرفين، كل واحد بيمسك طوب ويحدف التاني، وهما لا يدروا ان بيتهم من إزاز، سواء هو أو هي. وان هذه الألفاظ اللي من القاسية بتجرح البيت، وبتخدش البيت، وبتكسر سلام البيت. خلاصة النقط دي كلها ان اللي بيطلع من هو مش واصل عند هي، يا بسبب قلة الكلام، يا عدم الكلام، يا عدم وضوح الكلام، يا عدم القدرة عن التعبير واحترام المشاعر، يا استخدام الألفاظ القاسية او الألفاظ الناشفة. دي حاجة حطها قدامك، بنسميها عيوب الإرسال، ومن هنا بتنشأ الخلافات. في عيوب أخرى بنسميها عيوب الاستقبال، استقبال الكلام. وأنا بكلمك عن مفردات التواصل الحسن الحلو. واحد، عدم الاستماع الجيد، ودي قلناها في المرة اللي فاتت. يقول لنا في رسالة معلمنا يعقوب في الإصحاح الأول: ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في الكلام، مبطئا في الغضب. خذوا بالكم من الثلاثية الجميلة دي في الإصحاح الأول. ليكن كل إنسان مسرعا في الكلام، مسرعا في الاستماع، مبطئا في الكلام، مبطئا في الغضب. في آية 19 يعني أسرع في الاستماع. استماعك هنا يكون حاجة مهمة جدا للآخر. من الشكاوي اللي أحيانا بنسمعها يقولك هو ما بيسمعنيش، هي مش بتسمع لي، وده بنسميها عدم الاستماع الجيد، ومن هنا تنشأ الخلافات. يعني احيانا مثلا هو يبتدي كلام او هي تبتدي كلام، يوم طرف من الاثنين يقفل الموضوع او يقفل المناقشه، او
ينشغل بحاجة تانية، يشد موبايل يلعب فيه، هي تشد موبايل، يفتح تلفزيون، يعمل أي عمل ما بيسمعش. ومن هنا تبتدي المشكلة تتكون كبذرة وتتصاعد وتكبر وتعمل خلاف واختلافات ما بين الآخرين، ربما مش من مرة، من مرة واثنين وثلاثة وعشرة. كمان من الحاجات الصعبة ان الواحد يسمع حاجات الطرف الاخر ما قالهاش، ما نطقهاش، اللي بنسميه تأويل الكلام. يعني هو مثلا بيقول لها مثلا على اكل، قاعدين ياكلوا اكل غدا، اكل مرة، فقالت له، هو بيقول لها الاكل مش مستوي، تروح هي قايله له ايه؟ انت قصدك ان انا مهمله في البيت؟ هو ما يقصدش حاجه اهمال في البيت، هو يقصد نقطه صغيره اسمها نقطه الاكل، الاكله بتاعت النهارده ما كانتش مستوي. فتقوم الزوجه تفهم الكلام بطريقه هو ما يقصدهاش، ولم يرسل لها رساله ان انت مهمله ولا مش مهمله ولا انت مش مهتميه بالبيت، ما بفكرش في الحاجات دي خالص. لكن هي خدت الكلام بتاعه اللي بيتكلم في حدود صغيرة اسمها حدود الأكل، طعام بتاع النهاردة، وراحت معممة الأمر، مأولة الكلام. أو في مرة تانية يكون الواحد طرف من الاثنين عنده حساسية، حساسية للكلام. هدي لك مثال، يعني مثلا الزوج بيقول لها شفتي الساعة اللي جابها أخويا؟ ساعة جاب له هدية. خدوا بالكم من الموقف، هو بيكلم زوجته عن هدية جابها أخوه، فبيقول له شفت الساعة الجميلة اللي جابها أخويا؟ موقف واضح جدا. تروح هي رد عليه وقال له إيه؟ هو أنت بتتريق علي عشان أخويا ما بيجيبش هدايا؟ مع أن دي قصة ودي قصة. الموضوع أن أخوه جاب له هدية ساعة فرحان بيها، بيشترك أو بيشارك هذه الفرحة مع زوجته. هي سابت الفرحة دي وسابت الموضوع ده وراحت مأولة الكلام بحساسية زايدة، انت قصدك انك تعايرني ان اخويا ما بيجيبش هدية ليا؟ طبعا ما يقصدش الكلام ده خالص. خدوا بالكم، حاجات صغيرة جدا لكن بتصنع مشاكل كبيرة خالص. او مثلا هو من بيئة معينة وهي من بيئة اخرى، وهي عندها شوية اتيكيت كده في المعاملات والعلاقات، فدايما تقول له انت ما تعرفش في الاتيكيت، انت لا تجيد الاتيكيت، ودايما تحرجه بالكلام ده، استخدم الحاجة دي ما استخدمش الحكاية دي، كان مفروض تعمل كده. الكلام ده هو كلام مهم وممكن الواحد يتعلمه، بس طريقة تقديمه هي اللي ممكن تتعب الاخر. من فضلك ومن فضلك اوعى تسمع كلام ما تقلش، اوعى تأول الكلام اللي انت سمعته، اوعى انت او انت تكون عندك حساسية زايدة لكلمات ما هي ما حصلتش. يمكن حكيت لكم قصة قبل كده على عدم القدرة على فهم المشاعر، مشاعر الآخر. لما دعت هو وهي دعوا شوية من أصحابهم علشان يأكلوا على العشاء كده، وعملت الأكل، وبعدين ما كانش واخد على عمل الأكل العدد يعني من الموجودين أو المدعوين، فالأكل ما طلعش يعني مظبوط قوي، اللحمة مش عارف إيه، البطاطس إيه، الرز إيه، الخضار إيه، الحاجة اللي بتتقدم. فممكن زوجها يقول لها بتوبيخ أنت عملتي عمل غلط، أو أنت لم تهتمي بالأكل ده أو تهتمي بالعمل ده، أو أنت كسفتيني. وممكن زوج تاني يقول الموضوع كان فيه حاجة كويسة موجودة على السفرة وأكلة وعدت وهيجي غيرها، وهنعمل أكل ده مرات ومرات ومرات، المرة دي ما نفعتش، المرة جاية تنفع، ويعدي الأمر ببساطة شديدة. أرجوك وأرجوكي افهم المشاعر اللي ورا الكلمات، عشان الواحد وهو بيتعامل ما يبقاش فيه سبب لمشكلات تكون موجودة،
وتبتدي المشكلة. ما هو لازم نسأل نفسنا هي المشكلات بتبتدي منين وبتيجي ازاي، من الحاجات الصغيرة دي. مثلا هو قال لها كده في حاجة صغيرة في البيت، مثلا عندي قميص محتاج زرار، الزرار فيه بتاعه اتقطع او وقع او اي حاجة من هذا القبيل. هي نسيت تعمل كده. يا ترى هو بيفسر الكلام ده على اساس ايه؟ ممكن يفسر يقول دي نسيت سهو اتشغلت بحاجات تانية، او ممكن يقول لا دي زوجة مهملة، او انه يفسر الموضوع اكبر من كده انه لا ده ما عادتش بتحبه، او يكبر الموضوع في مخه لا هي لا تحترمني. خدوا بالكم من الردود الفعل اللي ممكن تيجي بسبب حاجة صغيرة، حاجة صغيرة خالص. فالزرار بتاع القميص حاجة بسيطة جدا وحاجة معتادة وحاجة ممكن تحصل في أي وقت وفي أي مكان، شيء طبيعي خالص. لكن هو ممكن يفسر الموقف بتفسيرات كبيرة خالص، وتبدأ الخلافات والمناقشات، ويحصل يبقى فيه مشكلة، ومشكلة تتطور وتكبر، واحد يحط مفاهيم عنده ما كانتش أصلا موجودة. هي نسيت الأمر، لكن لما سمح لنفسه أنه يتمادى في عمق المشكلة، أن دي بقت زوجة مهملة، مش بتحبه، مش بتحترمه، مش بتهتم بصورته قدام الناس، ويكبر الفكر جواه بصورة وحشة ويتحول إلى اتهامات. أرجوك تاخد بالك، الأفكار دي كلها بنسميها عيوب الاستقبال. في عيوب للإرسال وفي عيوب الاستقبال، ومن هذه التواصل أو نوعيات التواصل أو مواقف التواصل ما بين الطرفين بيحصل إن كل واحد يبتدي ما يفهمش الآخر، ويبتدي ينشأ أو تنشأ خلافات صغيرة توصل لغاية اتهامات كبيرة، توصل إن واحد طرف يسيب البيت، توصل توصل توصل، والبداية تلاقيها بسيطة خالص. خد بالك، عايز أحط قدامك مجموعة من أو يعني بعض أسباب الخلافات اللي ممكن تبقى نشأة جوه البيت. زي ما قلت لك أخطاء التفاهم ما بين الاثنين، وأنا فردتها وياك، كلمتك على مفردات الكلام الحسن الكلمة، وكلمتك على مفردات الحوار الحسن لما نتكلم ويا بعض، والنهاردة بكلمك عن مفردات التواصل الحسن أو التفاهم الحسن ما بين الاثنين. أخطاء التفاهم كمان من أسباب الخلافات الشديدة، التركيز على الكرامة والذات، إحساسه بالكرامة. هو لما نرتبط الاثنين ويا بعض، هو وهي بيصير لهم كيان زيجي واحد، والكيان الزيجي الواحد ده هو مسؤولية الاثنين، مسؤولية متساوية ومشتركة ما بين الاثنين. وقلت لك قبل كده، وقلت لك ان في ثلاث كلمات مفتاحية في نجاح الزواج: كلمة الاحترام، وكلمة الاحتياج، وكلمة الاحتواء. الاحترام يحتاج الى تقديم الاحترام باستمرار، الاحتياج يحتاج إلى تقدير احتياج كل طرف للتاني في كل حاجة، والاحتواء يحتاج إلى التمكين، إن أنا أمكن الاحتواء إن الطرف ده يحتوي الطرف ده في الموقف ده، موقف تاني يبقى الطرف التاني هو اللي عليه يحتوي الطرف الأول. اعرف ان التركيز على الذات وكرامة الانسان، وانه شايف نفسه بس، في حين ان مع الزواج تدوب الذات وتدوب الانا، وتصير الاتنين نحن احنا الاتنين
كمان بيبقى في أحيان مجال للتوتر جوه البيت، مثلا باختلاف القيم، ده تربى على طريقة ودي تربت على طريقة، عدم تحديد الأدوار، هو عليه إيه وهي عليها إيه، مثلا الأمور المالية، الحاجات الجسدية، الاحتياجات النفسية، أحيان دخول طرف آخر، سواء الأسرة هنا أو الأسرة هنا أو صديق هنا أو صديقة هنا أو دخول الأطراف ده هي بتعمل توتر جوه البيت. من القصص الطريفة اللي بتتحكى في الموقف ده إن هو وهي صار لزواجهم 20 سنة، فعملوا احتفالية صغيرة كده، فواحد بيسألهم يعني انتوا خلال 20 سنة دول ما اختلفتوش؟ قال ولا مرة، ولا مرة اختلفنا، احنا حياتنا ماشية مظبوطة ومضبوطة تماما. فبيسألوا بيقولوا ايه السر بقى، قول لنا على السر. قال له احنا اول يوم جواز اتفقنا على المشكلات، ان المشكلات الصغيرة تاخدها هي والمشكلات الكبيرة اخدها انا. فلو ده اتفاق جميل قوي، هي تاخد المشكلات الصغيرة وهو ياخد المشكلات الكبيرة. قال له طب بس في سؤال، ازاي نحدد المشكلة هي كبيرة ولا صغيرة؟ فبصله كده بعين يعني مبتسمة وقال له المشكلات الكبيرة أنا خدتها، زي مثلا مشكلة حرب أوكرانيا ومشكلة اليمن ومشكلة فلسطين ومشكلة الاقتصاد المنهار في العالم، أنا خدت المشكلات الكبيرة وبقيت المشكلات سبتها لها، دي مشكلات صغيرة. طبعا دي إجابة طريفة إنه يعني إيه، في نوع من التفاهم ما بينهم، وصل لدرجة إن قسموا المشكلات وإن هي بقت مسؤولة وهي على قدر المسؤولية وأدارت البيت بطريقة ناجحة وما حصلش ما بينهم أي خلاف. طب إزاي كخلاصة بقى بعد ما استعرضنا مواقف كده، طبعا مش هنقدر نذكر كل مواقف الحياة، إزاي نخلي رحلة الزواج رحلة رائعة وفيها التفاهم والتواصل الحلو؟ لازم تعرف ان الزواج يحتاج الى كل عناية ومهارة، يحتاج الى صيانة، يحتاج لاهتمام. يعني الزواج ده مش موقف اتعمل فيه محضر وعقد واكليل وصلوات وانتهت القصة، لا، دي مسؤولية مستمرة طول رحلة الحياة. الحاجة التانية اللي عايزك تعرفها وعايزك تعرفيها ان الزواج فن عطاء مش فن أخذ، هو فن عطاء. يعني الله يسمح بالزواج لكي ما يعطي فرصة لكل طرف أنه يعطي، ودايما اللي يعطي هو اللي فرحان، دايما اللي يعطي هو اللي فرحان، دايما الذي يقدم هو اللي فرحان مش اللي بياخد. فالزواج فن عطاء، أولا بينهم هما الاثنين اللي ارتبطوا، ثانيا بينهم هما الاثنين كطرف مع أولادهم، ثالثا هما الاثنين وأولادهم للمجتمع سواء في الكنيسة أو المجتمع العام. فن عطاء، يعني في واحد أب وأم يربي ابنه وبنته على أنه يصير خادم، يصير معطي، وفي واحد يبعد عن الكلام ده يوم يطلع الولد أناني أو البنت أنانية، مش شايف الدنيا غير ذاته أو هي شايفة ذاته. نقطة تانية، ان الزواج الرائع يحتاج دائما ان في مشاركة ما بين الطرفين في بعض الأنشطة. قلت لك في مرة سابقة ان الصداقة تقوي كل علاقة، فانت وجودك ووجودك انتوا الاثنين كأنكم في حالة صداقة، هذا يقوي كل علاقة موجودة ما بينكم انتوا الاثنين. فاشتركوا في بعض الأنشطة، اعملوا حاجات مشتركة، حاجة مهمة جدا. الحاجات الروحية زي الصلاة المشتركة مثلا مرة في الأسبوع، قراية الإنجيل مثلا كل يوم، خلي إنجيلنا مفتوح باستمرار قدامنا، في النواحي الاجتماعية، في الخدمة الاجتماعية، حتى في الأنشطة الاجتماعية اللي موجودة في المجتمع، الأنشطة الاجتماعية كتيرة، وفي نشاطات الأندية الاجتماعية، النشاطات الاجتماعية بصفة عامة،
مثلا زيارة بعض البيوت اللي هي فيها احتياج، زي بيوت المعاقين، زي بيوت المسنين، زي بيوت الملاجئ وضيافة الأطفال. لو عملتوا عمل مشترك انتوا الاثنين، ده يقوي زواجكم. ما يبقاش كل واحد في طرف في ناحية وكل واحد مش عارف التاني بيعمل ايه، واحيان بتوصل انه يتريق هو او هي على اللي بيعمله الاخر، وبتكون النتيجة ان في مشكلة ممكن تحصل. المشاركة في الاحتياجات ما بين الاثنين، في احتياجات الاسرة الكبيرة، في احتياجات الاخوات الصغيرين، في احتياجات الناس اللي في دائرة المعرفة يكونوا ضعاف نفسيا او جسديا او او او. النهاردة على سبيل المثال كنا بنفتتح مركز لأطفال التوحد، والتوحد ده حالة اجتماعية صعبة جدا، كأن إنسان بيفصل نفسه عن المجتمع تماما، وكأنه بيحبس نفسه في أوضة، ويبقى الطفل صغير عمره 6-7 سنين ومنفصل عن الكيان المجتمع. كنا بنفتتح هذا المركز في مصر القديمة تبع أسقفية الخدمات مع نيافة أنبا يوليوس ومجموعة من المسؤولين الكبار المتخصصين في علاج هذه المواقف، وعلاج بياخد سنين، وبتبقى فيه معاناة عند الأب والأم. لما بيتوجد مراكز بمثل هذه الصورة الجيدة وبتحتاج إمكانيات كتيرة ومساحات واسعة، لما بتتوجد هذه المراكز بتقدر تخدم. لما تخدموا أنتوا الاثنين في حاجة زي كده، ده بيسبب سعادة في حياتنا. من الحاجات الجميلة اللي ممكن تبقى موجودة جوه البيت كمان، إن اكسر الجمود، اكسر الجمود. أنا أعرف بعض الزيجات إن ربنا أعطاهم أولاد وبنات وابتدوا يكبروا شوية بشوية، لكن هم لازم ياخدوا 4-5 أيام كل سنة لوحدهم ويجددوا جوازهم. هم الاثنين يسيبوا الأولاد في حوزة الأهالي الجدود والجدات، وياخدوا بعضهم ويروحوا مكان ويجددوا حياتهم زي ما ابتدت بالضبط، ويتلافوا بقى أي ضعفات تكون نشأت في الطريق. بيحكى أن اليابان أقل دولة في العالم في نسب الطلاق. ليه؟ لأن عندهم من التقاليد الموجودة إن هو أو هي ممكن ياخد أجازة أسبوع، هو ياخد أجازة أسبوع لوحده، وهي ممكن تاخد أجازة أسبوع لوحدها، وهما الاثنين ممكن ياخدوا أجازة مشتركة بعيد عن أبنائهم، ويجددوا حياتهم تجديد الحياة. عشان كده بيقول لك اكسر الجمود اللي موجود في الزواج، بالخروج، بالزيارات، بالفسحة، بأي صورة يكون فيها المشاركة الجميلة اللي موجودة. الخلاصة ان اجتهد في ان تحفظ زواجك، انصت جيدا للآخر، اقبل الآخر جيدا، افهم الآخر جيدا. حط الثلاثة دول قدامك كده، لأن التفاهم لا يحدث صدفة. التفاهم ده عمل مشترك ما بينكم أنتوا الاثنين، يحتاج وقت ويحتاج جهد علشان ينجح. وبالتالي انصت للآخر جيدا، اسمع كويس، اقبل الآخر واعرف وديله الانطباع أن كلامه مقبول عندك. ونمرة ثلاثة، افهم الآخر جيدا. دي كانت مفردات التواصل أو التفاهم الحسن ما بين الطرفين في الأسرة. عايز ألفت نظر حضراتكم لأمر خارج موضوع المحاضرة. يمكن حضراتكم سمعتوا تصريحات السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي امبارح والنهاردة، حاجة مهمة جدا، إن في أزمة في العالم، والأزمة ده هي واصلة لكل دول العالم بما فيها دولتنا. بما ان مصر دولة نامية، وبما ان مصر دولة كبيرة وكبيرة السكان عددا، وبما ان مصر مواردها محدودة وفي تحديات حوالينا من كل ناحية، علشان كده لازم نشعر بهذه الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم ومؤثرة تأثير شديد جدا على بلدنا.
الدولة والحكومة والقيادة السياسية بيبذلوا أقصى ما عندهم بحيث أن احنا نعبر هذه الأزمة بأقل المتاعب، ولكن احنا مرتبطين بالعالم كله وما فيش دولة عايشة لوحدها في العالم. عشان كده المناشدة اللي قدمها السيد رئيس مجلس الوزراء بتقليل وتخفيض استهلاكات الطاقة بصفة عامة أمر بقى هام لكل بيت ولكل أسرة ولكل كنيسة. عشان كده أنا أناشد جميع الكنائس والإبرشيات تقليل استخدامات واستهلاكات الطاقة والإنارة والتكييفات بصورة عامة. لازم ناخد بالنا اللمبة الواحدة تفرق. اوعى تقول لي ايه يعني لمبة وايه يعني سبت الأوضة دي منورة، لا، اعرف ان انارة لمبة واحدة انارة عمود واحد في الشارع هيفرق، هتفرق كتير خالص. وان الدولة دلوقتي محتاجة كل عملة صعبة لارتفاع الاسعار الشديد جدا في العالم. اي حاجة كان بيشتروها بتمن دلوقتي صار التمن ده 3 أضعاف و4 أضعاف، ودي احتياجات الطعام في جوه مصر. عشان كده لازم نشترك جميعا في تنفيذ ده. وانا اناشد الاباء المطرنة والاباء الاسافة والاباء الكهنة وفي الكنائس وفي بيوت الخدمة وفي بيوت الخلوة وفي الخدمات المتنوعة، تقليل الاضاءة وتقليل الاستخدام للطاقة بكل صورة ممكنة، بكل صورة ممكنة. الدولة نفسها بتقلل إنارة الشوارع، مباني الحكومية، الاستخدامات العامة، كشافات النوادي الكبيرة، الحاجات دي كلها. ولازم نشارك جميعا وباهتمام شديد عشان ربنا يعدي الأزمة دي لغاية ربما مارس اللي جاي. أزمة كبيرة مع دخلة الشتاء ومع استخدامات الغاز. صح ربنا عطينا نعم كتيرة في المواضيع دي، وغاز موجود في الحقول يعني الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة، لكن في نفس الوقت في دور ومسؤولية كل واحد فينا. عشان كده أنا بحب أن الجميع يلتفت ونبتدي من النهاردة في كل المباني الملحقة بالكنائس وكذلك مباني الكنائس، صحن الكنيسة ما فيش داعي للإضاءات الكبيرة والإضاءات إضاءة خافتة. ما ننساش أن احنا عشنا زمن طويل وقرون كلها على الشموع، ويصير اليوم الإحساس بهذه المشكلة وهذه الأزمة الكبيرة كواجب، واجب مهم، واجب وطني، وضروري أن احنا نتأثر به ونشارك فيه ونحاول أن احنا نقلل على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. حتى بنقرأ أن الدولة والحكومة أجلوا زيادات الكهرباء وفواتير الكهرباء لأول السنة الجديدة برضو عشان يخففوا الأعباء على كل إنسان. فمن دورنا إحنا كمان أن احنا ناخد بالنا بكده. أرجو السلامة للجميع، وأرجو أن احنا حياتنا تكون مع الأزمة ده هي بتمر وبنتحملها جميعا إلى أن تعبر بسلام وتعود حياتنا إلى طبيعتها الجديدة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.